وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ويأخذ ما بأيديهم. وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيأخذ ما بأيديهم. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وفي رواية البرقاني أو البرقاني عليه رحمة الله في صحيحه، وهذه زيادة صححها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع السيف في أمتي فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة. وإذا وقع السيف في أمتي فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الحديث العظيم أيها الآباء الأكارم والإخوة الأفاضل فيه آيات من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان لمصير ومآل هذه الأمة. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بداية هذا الحديث أن الله عز وجل زوى له الأرض، قال إن الله زوى لي الأرض. قال أهل العلم أي جعلها كالمرآة في كفه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها كأنها مرآة في كفه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء بل أعطى الله تبارك وتعالى قوة لبصر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى مشارق الأرض ومغاربها، لكن الصحيح القول الأول أن الله تعالى زوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جمع عليه الأرض الأرض كلها، ربنا جمع على النبي عليه الصلاة والسلام فصارت هذه الأرض كأنها مرآة بين يديه عليه الصلاة والسلام، زي المراية في يد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من آيات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى على كل شيء قدير، لأنه ده يا أخواننا أمر خارق للعادة، كونه ربنا سبحانه وتعالى يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض كأنها مرآة في يده، هذه من علامة ودلالة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تكون لغيره أبدا، دي ما بتكون لغير النبي عليه الصلاة والسلام. وإن زعم من زعم من أهل الباطل أنهم يرون مشارق الأرض ومغاربها، وأنهم يقطعون مشارق الأرض ومغاربها بخطوة واحدة أو بأقل من خطوة، الكلام ده للأسف الشديد موجود اليوم، موجود في كتب مطبوعة وموجودة في المكتبات،
ككتاب الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة، تأليف الأستاذ الشيخ عبد المحمود نور الدايم ابن الشيخ أحمد الطيب ابن البشير. ذا كتاب مطبوع برقم إيداع، موجود في الدار السودانية للكتب وفي غيرها. عقد فصلا بل فصولا في هذا الأمر، إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يطوي هذه الأرض للولي، يطوي الواطة للولي فيقطع المسافات البعيدة في فترة زمنية قصيرة. وهذا كلام عجيب، ولو ثبت فإنه لا يثبت لأولياء هؤلاء القوم أبدا، ما بيثبت لهم. ولو ثبت للأولياء الصالحين الحقيقيين فإنه لا يثبت لأولياء هؤلاء الناس، لأنهم ليسوا على الحق أصلا. ودل على ذلك هذه الكتب الموجودة في الأسواق والقصائد المنشورة بين المسلمين. وقال قائلهم في قصيدته، قال: فالذكر عنوان الولاية حقا، به يكون المريد وليا، يهب الغلام يطير في جو السماء، يطوي المهام تطيا. دي قصيدة لشيخ الزريبة في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة. قال: فالذكر عنوان الولاية حقا، به يكون المريد وليا. كويس، ما في مشكلة. يعني قال لما تذكر الله كثير بتترقى من درجة المريد إلى درجة الولي، تبقى ولي من أولياء الله الصالحين. كويس، ما في مشكلة، دي مشينا له، وإن كان عندنا عليها ملاحظات كثيرة لكن مشيها. طيب لما المريد يبقى ولي بيعمل شنو؟ قال: يهب الغلام بدي جنى يطير في جو السماء، يطير في جو السماء دي يطوي المهام تطيا، يعني المسافات الطويلة بيقطعها شنو؟ يقطعها في زمن قصير. كلام باطل يا أخوان، لا يهب الغلام إلا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل على لسان جبريل عليه السلام، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، وفي قراءة: ليهب لك غلاما زكيا. الآية دي فيها دليل على إنه ما بدي الجنة إلا الله تبارك وتعالى، مش فيها دليل إنه غير الله بدي الجنة، لا، فيها دليل إنه ما بدي الجنة إلا الله عز وجل، لأن جبريل عليه السلام رسول من عند الله تبارك وتعالى، رسله الله عز وجل. اتصلوا ولله المثل الأعلى. أضرب لك مثال، لو أنت شغال معزول في دكان ورسلك السوق أداك قروش، قال لك جيب كذا وكذا وكذا، أنت مشيت جبت الحاجات، الحاجات دي هل حقتك ولا حقت الزول اللي رسلك؟ حقت الزول اللي رسل، ما حقتك أنت، أنت مجرد رسول، مش كده أخوانا؟ لا يمكن تقول الحاجات دي حقتي أنا، لا. كذلك جبريل عليه السلام أرسله الله عز وجل، إذا ما هو اللي بيهب الذرية؟ ما جبريل هو اللي بيدي الجنة؟ وإلا هل هؤلاء الناس يعتقدوا إنه جبريل عليه السلام هو الخلق عيسى عليه الصلاة والسلام؟ هل بيعتقدوا كده؟ لو اعتقدوا إنه جبريل عليه السلام هو الخلق عيسى عليه السلام في بطن أمه مريم يكونوا كفر، لأن الذي خلق عيسى من؟ الله. ربنا قال: إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن الخلق عيسى منه؟ الله تبارك وتعالى، ما جبريل. إذن جبريل الرسول من عند الله عز وجل، إذن الواهب هو الله وليس جبريل. وما يجي زول يقول لك لا، ربنا هو بيهب حقيقة لكن جبريل يهب مجازا، لا، الكلام ده غلط. جبريل ما عنده أي شيء في هذه الهبة، إنما هو مجرد رسول، الواهب الحقيقي الله عز وجل، ما في حاجة ثانية اسمها مجازا. لأنه لو جعلت حقيقي ومجازي معناته البيدو اثنين ما واحد. البيدو كم؟ البيدو جنى كم؟ اثنين، في واحد بدي حقيقة وفي واحد بدي شنو؟ بدي مجازا، مش كده؟ طيب هسه نحن كلنا مش الله خلقنا؟ ومش كنا جينيات في بطون أمهاتنا؟ طيب نحن حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة. طيب الخلق كلهم، كل الخلق ديل حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة. طيب المجازا وينه؟ كده ورونا جنى واحد بس مجازا، جنى واحد.
يا اخوانا الكلام ده واضح؟ ما في اخواننا عشان تعرفوا انه نازل يتخبطوا تخبط عظيم. اذا ان الله زوى لي الارض هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لغيره. فرأيت مشارقها ومغاربها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مشارق الأرض ومغارب الأرض ولم يذكر الجنوب والشمال. قال أهل العلم لأن أكثر الملك إنما يمتد من الشرق من المغرب إلى المشرق، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن ذي القرنين أنه بلغ مغرب الشمس وأنه بلغ مطلع الشمس. فالملك دائما بيكون من المغرب للمشرق، أما الشمال واليمين فدي في الغالب ما فيها ملك، لأن الكرة الأرضية جنوبا وشمالا العلماء قالوا أكثرها ليست فيها سكان من الناحية الشمالية والجنوبية، السكان دائما من الناحية الشرقية ومن الناحية الغربية، وهذه استنبطها العلماء من قصة ذي القرنين في سورة الكهف. عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المغارب والمشارق ولم يذكر الجنوب والشمال. طيب ثم قال وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ودي بشارة عظيمة. ملك هذه الأمة سيبلغ مشارق الأرض ومغارب الأرض، والكلام ده تحقق يا أخوان ووقع وحصل. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وأعطاهم الله تعالى ملكا واسعا عظيما، فملكوا معظم الأرض لأنهم حققوا الإيمان بالله تبارك وتعالى. فمن حقق الإيمان فإن الله تعالى يحقق له الملك والاستخلاف في الأرض. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال العلماء أي الذهب والفضة، الذهب والفضة. وقوله أعطيت، العلماء قالوا ممكن للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته أو لأمته من بعده، يعني أعطيت قد تكون للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقد تكون للأمة فيما بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام، وده برضه وقع يا إخوان. فإن الصحابة جاءوا بكنوز قيصر وجاءوا بكنوز هرقل والروم وفارس، وكلهم كان عندهم الذهب وعندهم الفضة. في عهد عمر بن الخطاب جاءوا بكنوز كسرى، جاءوا بالتاج، التاج بتاع كسرى من الذهب، فقسمه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالعدل. فده فيه يا إخواننا إنه الأمة متى حققت الإيمان واتبعت النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل يفتح لها هذه الأرض ويأتي لها بأعناق الكفرة خاضعين ذليلين. والله لو حققنا الإيمان، وبعد شوية هنتكلم عن كيف نحقق الإيمان واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والله ربنا يذل لنا الكفار الكفرة الهسي. نحن شايفينهم ناس قويين وناس عظماء وناس أقوى منهم ما في، والله ربنا يجيب لك الكفرة ديل، والله يخدموك، والله يمسحوا لك جزمتك، يمسحوا جزمتك. لكن متين لما نحن نحقق الإيمان الحقيقي ونحقق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل وسأل ربنا تبارك وتعالى هذه الأمور، ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، أي بالقحط والجدب العام، كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم خذهم بسنين كسني يوسف عليه السلام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السنين التي مرت في زمن يوسف عليه السلام
لما كان في مصر عند العزيز أو عند الملك. وقال الله تعالى عن قوم فرعون: فأخذناهم بالسنين ونقص من الثمرات. فالسنين يعني الجد والقحط العام. دي أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربنا إنه ما يأخذ الأمة دي بسنين وجد وقحط عام. ده الأمر الأول. الشيء الثاني السؤال النبي عليه الصلاة والسلام: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من الكفار، لأنه قال من سوى أنفسهم يعني ما من المسلمين، ما يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. البيضة العلماء قالوا هو الغطاء الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام. ويستبيح بيضتهم أي يأخذهم أخذا عاما بالقتل. يعني سأل ربنا إنه ما يسلط على الأمة دي أعداء من الكفار يكتلوا الأمة دي كلها ما يخلوا منا ولا واحد. فماذا كان الجواب من الله تبارك وتعالى؟ ده السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. معناته الحاجات السألتها دي في حاجات حتكون وفي حاجات ما حتكون بقضاء الله تبارك وتعالى. قال: وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، وفي رواية: ويأخذ ما بأيديهم ولو اجتمع عليها من بأقطارها. يعني كلهم لو اجتمعوا الأمة دي ما هتهلك إهلاك عام، لكن بشرط. لكن شنو؟ بشرط. قال: حتى لا يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ده الشرط. إذا ده وقع حيقع التسليط من الكفار على الأمة، على هذه الأمة. لكن الحمد لله التسليط ذاته ما بيكون على الأمة كلها، لكن قد يكون على معظم الأمة. وذكر العلماء في ذلك قصة التتار. التتار دخلوا دمشق وقتلوا من قتلوا من المسلمين. قيل قتلوا في يوم واحد 500 عالم. خليك من باقي الناس، علماء بس قتلوا 500 عالم في يوم واحد. ووضعوا الكتب في نهر دجلة في العراق، الكتب الإسلامية عملوها كوبري. تخيل، معناته الكتب كانت كثيرة، عملوها كوبري في نهر دجلة، ومشوا بحصيلهم وبكرعينهم على الكتب الإسلامية اللي فيها الأحاديث وفيها التفسير. فقال: حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذا وقع الإهلاك والسبي بين المسلمين ربنا بيسلط عليهم الأعداء من الكفار. يعني تلقى المسلمين فيما بيناتهم في كتل، بيكتلوا بعضهم ويسبي بعضهم بعضا. بل تجد هذا الأمر باسم الدين. إخواننا شيد الليلة فيه ولا ما في ناس الليلة بتكاتلوا في الدين ولا ما في مسلمين بيتكاتلوا في الدين، يقتل بعضهم بعضا، لأن كل طائفة ترى أنها على الحق. ومنهم من يكفر، ومنهم أي من هذه الطائفة، منهم من يكفر من يخالفهم، والعكس تلقى ذيل بيكفروا ذيل وذيل بيكفروا ذيل وذيل يبدعوا ذيل وذيل يبدعوا ذيل. وقس على ذلك فيقع القتل ويقع السبي، سبي عديد. في ناس بيستحلوا فروج المسلمات باسم الدين. وأضرب لكم مثال في الواقع الآن، الواقع الحديث، عشان الأذهان ما تتشتت. أديكم مثال، مثلا ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش. ده مجرد مثال، مجرد مثال، وإلى الأمثلة كثيرة. الناس ذي الليلة بيكتلوا الكفار ولا بيكتلوا المسلمين؟ بيكتلوا المسلمين.
طيب بيقتلوا المسلمين باسم الدين ولا باسم الكفر؟ باسم الدين. يعني هم لما يقتلوا المسلمين بيتقربوا بقتل المسلمين الى الله عز وجل. شفتوا المصيبه؟ وهذه الفرقه من الفرق الضاله التي افسدت الاسلام عند كثير من المسلمين. فرقه ظهرت وهي نابته من نوابت الخوارج، وهم اذناب للخوارج الاوائل الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، والذين قتلوا عليا رضي الله تعالى عنه، والذين قتلوا خيرة الصحابة وقتلوا خيرة هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الأوثان ويدعون أهل الإسلام. والفرقة دي اللي اسمها داعش دي من وين مرقت؟ هذه الفرقة خرجت من جماعة الإخوان المسلمين، ولا ده ما الواقع. الزول اللي بيغالط في الموضوع ده واحد من اثنين: يا إما ما بيعرف الواقع، ولا يعرف اصلا ما هي داعش ومن اين خرجت، ما يعرف، انما يسمع فقط من الناس او يتبع الاعلام، او عارف لكنه يوافقهم على هذا المنهج الخرب. والاول اخف من الثاني، لانه الجاهل لو يتعلم خلاص مشكلته تحلت. المصيبه في الما جاهل، في العارف ذاته عارف لكنه يصر على الباطل ويصر على المنهج الخرب. الناس اللي خرجوا من جماعة الإخوان المسلمين لأنه زعيم أبو بكر البغدادي أصلا كان منظم في جماعة الإخوان المسلمين، فانسل تنظيميا ولم ينسل فكريا. يعني شنو الكلام ده؟ كان معهم في الجماعة، ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. أمشي راجع تاريخ أبو بكر البغدادي، شوفوا شوفوا مرق من وين وموضوعه شنو. كان واحد من جماعة الإخوان المسلمين، اختلف تنظيميا مش في الفكر بتاعهم، في التنظيم كراسي، مجرد كراسي اختلف وانسلخ منهم، والأفكار نفس الأفكار، نفس الأفكار، أفكار الخوارج وأفكار الخروج على الحكام وتكفير حكام المسلمين، دي الأفكار بتاعت الإخوان المسلمين. ولو دار تعرف هذه الحقيقة وتستيقن منها تماما فراجع كتابات سيد قطب، وهذا زعيم من زعماء الإخوان المسلمين، معروف مشهور عند كثير من الناس للأسف الشديد، للأسف إنه معروف. سيد منو؟ سيد قطب. كتبه الآن موجودة ككتاب معالم في الطريق، وككتاب في ظلال القرآن أو ظلال القرآن، وككتاب التصوير الفني في القرآن، وككتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، وغير ذلك من الكتب. قاعدة كتب بتاع سيد قطب في المكتبات موجودة، ومشيت الدار السودانية الكتب بتلقى المكتبة، بتلقى الكتب موجودة. هذا الرجل من زعماء الإخوان المسلمين، وهو تابع لحسن البنا المصري مؤسس هذه الجماعة. هذا الرجل حوت كتبه الأباطيل والبدع، ومن أخطر هذه البدع بدعة الخوارج، بيكفر حكام المسلمين، بل بيكفر المجتمع المسلم، كل المجتمعات، ويرى أن المجتمعات دي كلها كافرة. وده الفكر شالوه ناس أبو بكر البغدادي، وشالوا ناس أسامة بن لادن وغير من ناس حماس، حركة حماس وغير، ومشوا وبنوا على أفكار سيد قطب، فصاروا بيروا إنهم أحق بالإمارة وأحق بالسلطة والخلافة من كل الناس، لأنهم شايفين إنه هم الوحيد المسلمين، لكن باقي الناس مالهم كفار على حسب ما أصل لهم سيد قطب، فدارين يحكموا الناس، لأنه كمسلم لا يمكن يرضى، لا يمكن يرضى إنه يكون محكوم تحت حاكم هو شايفه شنو؟ شايفه كافر. انتبهتوا للكلام ده يا اخوان؟ هم ما بيرضوا دي، يقول لك كيف أنا مسلم يحكمني كافر؟ ها طيب تعمل شنو؟ يقول لك لا، أنا أحكم الكفار عشان بعد أجيبهم بالقوة، يا جوع يا شنو؟ يا كتلتهم. دي أفكاره يا اخوان.
فهذه الفرقة فرقة داعش على سبيل المثال الآن يقتل المسلمين ويسبو نساء المسلمين، يديب به، يقول لا يا تبايعي لأبو بكر البغدادي ولا نقتلك، يضبح البنات. وكم كم من المشاهد الموجودة في وسائل الإعلام يضبح البنات عديد بالسكين كويس، وعندهم أفعال أخبث من ذلك، ولا تجدهم يركزون أبدا في دعوة الناس إلى التوحيد ونهي الناس عن الشرك. وده أكبر مأخذ على هذه الجماعة الضالة، ما يركز أبدا على دعوة الرسل، هو دعوة التوحيد، دعوة الرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دي ما بيشتغلوا بها، يقول لك لا بس السلطة، نصل للسلطة أول، ودي ما دعوة الرسل، ما في رسول ربنا رسله جاء لقومه وقال لهم أنا داير أبقى الحاكم عليكم أو داير أكون أنا السلطان عليكم، أبدا. بل النبي عليه الصلاة والسلام ألم يعرض له هذا المنصب؟ عرض له ولا ما عرض له؟ كفار قريش قالوا له لو أردت ملكا ملكناك، لو داير تبقى الملك علينا أيوة نملكك ما عندك مشكلة، لو أردت مالا أعطيناك وجمعنا لك من أموالنا حتى تصير أغنانا، ولو أردت نساء زوجناك أجمل نسائنا. وافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وافق؟ ما وافق، قال لهم لا. هم دايرين شنو؟ دايرين النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليهم رئيس ويدوا القروش، لكن يسكت، يسكت من التوحيد ويسكت من النهي عن الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال والله لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على شمالي ما تركت هذا الأمر أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنازل الإخوان المسلمين، إنت لو جيت قلت لهم لو أردتم ملكا، لو أردتم ملكا لأعطيناكم، طوالي يقول لك مرحبا بالملك، طوالي ما بيهمهم يكون في شرك ما يكون في شرك، الناس توحد ما توحد، ينادوا غير الله ما ينادوا غير الله، يعبد القباب ما يعبد القباب، يسووا دارين يسووا، هم ما عندهم شغله في الموضوع، بس يكون هو قاعد فوق، يكون هو قاعد فوق، ثاني بعد تحت يسوي الدار يسوي، عرفت؟ ويلمهم لك كلهم، يقول لك كلنا في النهايه صحنا كبير، وكلنا ان شاء الله البلد دي واسعه بتشيلنا كلنا، تشيلنا كلنا كيف؟ ده دار ينادي الله بناه، وده دار ينادي الشيخ، يقول لك ما في مشكله، وش في النهايه كتابكم واحد ورسولكم واحد، أيوه في النهايه ما مشكله يا اخي، كيف ما مشكله؟ نسال الله العافيه والسلام. ما في حاجتين متضادين بيتلمر يا اخوان، المتناقض والمتضاد ما بيتلمر، كيف نجمع الشرك مع التوحيد؟ لكن ده كله يا اخواننا لاغراض في انفسهم. اذا نرجع للحديث عشان ما نشتت الموضوع، تعرفوا يا اخواننا انه سبب تسليط الله عز وجل للكفر اليوم على المسلمين، سبب التسليط الواقع اليوم من المسلمين، الليله الكفار مسلطين علينا ولا ما مسلطين؟ مسلطين في فلسطين، في العراق، في الشام، في مصر، في السودان، في اي محل مسلطين عليك يا اخي، انت ما بتقدر تعمل اي حاجه الا يدوكم اذن، الا ياذنوا لك في بلدك، ما بتقدر تعمل حاجه الا يدوك اذن، مسلطين علينا مع انه نحن احرار، نحن مسلمين، مفروض نحن نتسلط نحن عليهم. ربنا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مفروض يكونوا هم تحت كرعيننا حتى يؤمنوا بالله وحده، لكن للاسف الليله هم فوق راسنا. السبب شنو؟ السبب التقاتل والاختلاف الحاصل اليوم بين المسلمين والتشتت والتفرق. المسلمين الا من رحم الله ما دايرين ينقادوا لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا اخواننا دي مش ايه؟ مش ايه في سوره ال عمران؟ طيب الآية دي أعرضوها اليوم للأمة الإسلامية، قولوا يا مسلمين تعالوا كلنا نبقى واحد. لكن دي واحد، دي واحد مش معناته نتلم في اجتماع أو نقعد نتعشى مع بعض أو نشرب شاي لبن بزلابيا، لا لا، دي ما واحد،
لانه عادي ممكن نتعشى ونمرق من العشاء واي ذول لسه شايل افكاره في راسه. لكن تعالوا كلنا نقعد ونرجع للقران ونرجع للسنه. نرجع للايات والاحاديث لا بفهم احد منا. لانهم بيقول لك نحن في القران والسنه كلنا قران وسنه. كلنا مع القران ومع السنه. لكن الاشكال وين؟ الاشكال في فهم القران والسنه. اي واحد داير يفهم اما بمزاجه واما بمزاج شيخه واما بمزاج رئيس الطائفه واما بمزاج زعيم الجماعه، وده هو اللي جايب الخراب وجايب التشتت. يا اخوان انا اديكم كلام ودي فائده عظيمه، نسال الله عز وجل ينفعنا بها واياكم. القران والسنه محفوظات لفظا ولا ما محفوظات؟ محفوظات. اللي تكفل بحفظ منو؟ الله تبارك وتعالى. مثلا ناخذ القران، ربنا قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الذكر هو القران، ربنا تكفل انه يحفظ هذا الكتاب وهو محفوظ الان، الان محفوظ. طيب السنه صحيحه برضو ربنا تكفل بحفظها. كيف؟ لانه ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ايوه طيب القران هو الذكر. طيب اللي حيبين القران للناس منو؟ النبي عليه الصلاه والسلام. حيبين لهم بشنو؟ بالسنه، مش كده يا اخوانا؟ طيب طالما القران موجود محفوظ، اذا البيان محفوظ ولا ما محفوظ؟ محفوظ. اذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم محفوظه ولا ما محفوظه؟ محفوظه. ولما نقول السنه المحفوظه نعني بذلك الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش الاحاديث الضعيفه. لا، الضعيفه دي ما في ناس في ناس بيكذبوا على النبي عليه الصلاه والسلام، ودي النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كويس. طيب نمشي لمرحله ثانيه. الان كلنا بالاجماع انه القران والسنه مالون محفوظات، مش كده؟ طيب نمشي للمرحله اللي بعدين. فهم عشان نفهم القران ونفهم السنه، الفهم ده محفوظ ولا ما محفوظ؟ الفهم محفوظ. الدليل شنو؟ الدليل قال الله تعالى في سورة القيامة قال ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا شنو؟ بيانه. أيوة، يعني ربنا تكفل وأوجب على نفسه أن يبين شنو؟ القرآن والسنة الاثنين. إذا الفهم محفوظ برضه زي ما الحروف مالها محفوظة. أيوة طيب طالما الفهم محفوظ، الفهم ده محفوظ من 200، من زمن من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل نحن الآن محتاجين نجي نجيب لنا آية من القرآن أو نجيب لنا حديث من الأحاديث الصحيحة ونفهم على فهمنا نحن؟ لا أبدا. أنت ربنا ما كلفك انك تفهم القران والسنه بفهمك انت، بل انت مرتاح من هذا الامر، الشغل ده جاهز، ما عليك الا تشيل وتطبق. وده من رحمه الله بينا يا اخوان. الفهم جاهز واضح، اي ايه في القران دار تعرف معناها ايوه نعم، طوالي ترجع للسلف الصالح. ولما نقول السلف الصالح هم الصحابه رضوان الله عليهم وعلى راسهم النبي عليه الصلاه والسلام. لانه الصحابه شالوا الفهم من منو؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أنت لو داير تفهم القرآن والسنة أمشي أفهم بفهم منو؟ بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. أما لو خليت فهمون وجيت داير تفهم القرآن والسنة بفهم الناس الموجودين الليلة تضل طوالي طويل، تضل طوالي. لأنه دايما بيجيبوا لك فهم الرسل، أي ذول حيجيب لك آيات وأحاديث من فهمه عشان يأصل للداير هو. ونضرب أمثلة وبالمثال يتضح المقال. أديكم مثال. واحد قال بأصل لطلابه، شيخ كبير، قال لهم بيجوز إنك تنادي الصالحين في الشدائد، تقول يا صالحين ألحقونا. قالوا لا يا مولانا
الشيء ده عليه دليل؟ هل نعم؟ من القرآن. قال أنا الدليل شنو؟ قال لهم إبراهيم عليه السلام قال والحقني والحقني بالصالحين. إبراهيم عليه السلام قال شنو؟ قال والحقني بالصالحين. يا إخواننا في قرآن بيقولوا بالدادية السودانية من الله خلق. نقرأ القرآن بالدادية السودانية الحقني بالصالحين. هو يريد الآية في سورة الشعراء وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال لهم والحقني بالصالحين. إذا يجوز تقول يا الله الحقني بمنو؟ الحقني بالصالحين على حسب فهم الزول ده. شوف الناس كلهم انبسطوا قالوا يا سلام مولانا جاب دليل. ومرقوا وينادوا غير الله جد. تخيل معي مرقوا، مرقوا من هنا 10 ومرقوا من هنا 20 والعشرة ديل حيمشوا يتولدوا حيجيبوا تاني 10 والعشرين ديل حيجيبوا 20 والعشرة حيجيبوا 100 والعشرين حيجيبوا 200 وهلم جرى ديل تاني تقدر تلفاهم تقدر تلمهم تاني ما بيتلموا. شوف من زول واحد بس بفهم خاطئ من راسه شوف من رجلك مضال مرقوا بالابواب ومشوا نشروا هذا الباطل. يبقى ده مثال واحد يا اخوانا على الفهم الخاطئ للآيات القرآنية والأحاديث النبوية. مثال ثاني قالوا بيجوز إنك تدعو غير الله، يجوز إنك تدعو غير الله عديل كده. الدليل شنو يا ناس؟ قالوا عندنا دليل. قالوا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتقوا إليه الوسيلة. كويس. وقالوا نحن وسيلتنا يهمنا يهم الصالحين ديل. ما بتسمع في المدائح يقول لك وسيلتنا طه مونتنا، مش كده؟ صلي يا أمم على نبي الكرم وسيلتنا طه مونتنا. فقالوا ديل وسيلتنا لله، والله في القرآن قال وابتقوا إليه شنو؟ الوسيلة. شفتوا المصيبة يا أخوانا؟ هل دي آية ولا ما آية؟ آية، لكن فيه ما بيفهمونه بيفهمهم فضلوا وأضلوا كثيرا. لأن الآية أصلا ما معناها إنك تنادي الصالحين في الشدائد أبدا، ولا معناها إنك تدعو غير الله أبدا. الآية معناها في القرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. الوسيلة معناها شنو؟ الوسيلة دار تعريفة ترجع لسورة الإسراء. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن الوسيلة هي شنو؟ هي القربة، لأنه قال أيهم أقرب، وده بإجماع المفسرين زي ما قال ابن كثير عليه رحمة الله. لكن ليه لا بيرجعوا لابن كثير، لا بيرجعوا للطبري ولا بيرجعوا للقرطبي ولا عندهم شغلة مع دين، بس يقعد الواحد ومن راسه عشان يمشي الناس على الهوى في الفيه هو والعياذ بالله. فدي مصائب يا اخوان، دي من اكبر يعني علامات زيغ كثير من الامه. السؤال مين يفهم القران والسنه بفهم غير فهم السلف، تعرف تماما انه ده حيضل، حيجي يوم من الايام اما حيكفر المسلمين واما حيعمل له جماعه واما حيعمل له طائفه واما حيعمل له حزب واما حيعمل له فرقه اسلاميه. قبل قلنا الايه دي نعرضها على المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تعالوا كلنا نبقى مسلمين بس. المانع شنو؟ ربنا قال هو سماكم المسلمين من قبل، نبقى مسلمين، مسلم ورا مسلم وانت مسلم وانت مسلم. ما تخد لي ورا مسلم دي اي الفاظ ثانيه، ما تقول لي مسلم صوفي، صوفي دي خدتها من وين انت؟ مسلم اخو مسلم دي جبتها من وين؟ مسلم انصار سنه من وين جايبه دي؟ مسلم ما تعرف شنو؟ مسلم شنو؟ يعني مسلم دي الا خدت لك وراها شنو؟ الا خدت لك وراها حاجه زي دكتور فلان باش مهندس فلان كده. طيب مسلم دي براها كفايه ولا ما كفايه؟ كفايه يا اخوانا. ليه نحن تاني نخوض حاجات بورا؟ ليه نخوض حاجات بورا ليه؟ كلنا نبقى مسلمين، هل ما بنختلف؟ الاختلاف وارد يا اخوانا، ممكن نختلف، يعني مش معنى هذا بقينا مسلمين انه ما حنختلف، لا لا، الاختلاف وارد. لكن لما نختلف نسوي شنو؟ ايوه، ربنا قال فإن تنازعتم في شيء، شوف شيء دي نكره، اي شيء.
تنازعت أيوه. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى حنختلف، لكن لما نختلف نقعد في الواطن نرد الخلاف بتاعنا للقرآن، نرد الخلاف للسنة بفهم السلف، هذا يفهم أي ذول، لأنه لو رديناه لفهم الناس تاني حنختلف. أنت حتقول لي نرد بفهم شيخي، وأنت شيخك أنا ما بيعجبني، وشيخي أنا ما بيعجبك، ورئيس الحزب بتاعك ما بيعجب رئيس حزبنا، ورئيس الجماعة هنا ما بيعجب رئيس الجماعة هنا، يبقى نحلها 200 ما حنتحلى، تاني حنختلف، واللي اختلفوا ذول ذاتهم تاني حيختلفوا. يبقى اصلا الامه ما حتتلمى، وكده الكفار حيكونوا خاتين كرعينهم فوق راسهم وفوق رقبتنا بالطريقه دي. عرفتوا يا اخواننا علاج هذه الامه؟ ده العلاج بكل بساطه. طيب نرجع للحديث. قال: حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام: واخوف ما اخاف على امتي، أو في الرواية الثانية: وإنما أخاف على أمتي، ولاحظ أسلوب الحصر، إنما أخاف على أمتي، وفي الرواية الثانية أخوف ما أخاف على أمتي. أكثر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف علينا منا شنو؟ لأنه نحن من الأمة، الأمة كلها شنو؟ قال: الأئمة المضلين. دي دائرة وقفة، دي دائرة وقفة. الأئمة المضلين، دي الوصفين اثنين. الوصف الأول أئمة وبالجمع، ما إمام واحد كتار، والأئمة جمع إمام، والإمام هو الذي يقتدى به، ده التعريف، هو الذي يقتدى به إما في الخير وإما في الشر. يعني احيانا ممكن يكون في ائمه في الخير. ربنا قال: ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا. امه يعني امام، في الخير ولا في الشر؟ في الخير، قطع شك. طيب في ائمه ثانيين في الشر، كما قال تعالى عن قوم فرعون: وجعلناهم ائمه يدعون الى النار. يعني ذي الائمه في شنو؟ ائمه في الشر. طيب الكلام هنا في الحديث ما عن القسم الاول ائمه الخير، ما عن ذي، عن القسم الثاني ائمه شنو؟ الشر، بدليل انه قال المضلين، لانه ائمه الخير ما بيضلوا، بيضلوا هم منهم ائمه الشر. طيب العلماء قالوا الائمه المضلين ثلاثه اقسام. كم قسم؟ ثلاثه. قالوا القسم الاول العلماء، يعني العلماء المضلين. العلماء شنو؟ المضل. مش لما نقول العلماء مش العلماء الأمة الربانيين، لا لا لا، العلماء المضلين، لأنه في علماء مضلين. كويس؟ طيب القسم الأول العلماء المضلين، القسم الثاني الأمراء المضلين، القسم الثاني الثالث العباد المضلين. كويس، جزاك الله خير يا حمار. يبقى ديل كم؟ ترى والله لو قعدنا نقضيها شراب عصير الامه دي دايره شغل تقيل خلاص. الله يجزيك خير. يبقى ديل كم يا اخواننا؟ ثلاثه. انتبهوا، الموضوع ده فيه تفصيل مهم. العلماء المضلين والامراء المضلين والعباد المضلين، الثلاثة ديل بيدخلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة المضلين. وأخطرهم العلماء المضلين، ديل أخطرهم، لأنه يا أخواننا العلماء المضلين أتباع كثر، لأنه العالم المضل هو لا يتظاهر عند الناس أنه مضل أصلا، هو بيجي للناس كعالم رباني وكعالم يريد الخير وكعالم يريد الهدايه للناس، لكن هو مضل. وديل اخطر صنف يا اخوان. ونديكم ايه من القران، ايه عجيبه والله. ربنا ذكر في سوره المنافقين او المنافقون وصف المنافقين، قال تعالى: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحة عليهم
هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفرقون. كذا تدبروا الآية يا أخوان. ربنا قال النازل منافقين وإذا رأيتهم، الخطاب موجه لمن؟ للرسول، للرسول، يعني لو شفتهم يا رسول الله، شوف الخطاب أولا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعجبك في جسم، تلقى جسمه ما شاء الله. أيوة، ما شرط إنه يكون سمين، قد يكون ضعيف، لكن في لبسه وهيئته وعمة كيف وشالية كيف، ها بيلبسوها بيها فوق دي، فوق الجلابية وبدلة وكرافتة، شفت لما يقعد كده وريحة، تشم ريحته من الظلط، من الظلط تشم ريحته كويس. طيب لما نتكلم وإن يقولوا تسمع لقولهم، والله كان نظم يعجبك عجبا، تتكيف مرات يبكيك، والله تبكي بدموع، وبعد كله ذول مجرم. شوف يا اخوان المصيبه انه ذول مجرم، الزول اللي بيبكي ده ذاته مولانا القائد، ده اللي بيبكي قد يكون في المنبر، قد يكون في محاضره، قد يكون في التلفزيون، قد يكون في غناء، قد يكون في اذاعه، قد يكون في غيره، يبكي الناس ويتكلم بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيتكلم كلام حلو، ما بيجيك بيقول لك انا مجرم، انا المجرم الكبير دكتور فلان، ابدا، لو قال كده ما في زول بيسمع لك. انما يجيبوا لك باشياء عجيبه، الدكتور فلان ابن فلان، عميد كليه الشريعه ما تعرف جامعه شنو، يجيبوا لك بحاجات زي دي، انت لما تعاين والله لما تنبهر، تقول بس ده يا الشيخ ذاته وده العالم ذاته، لكن هو بعد كله مجرم من المجرمين. وشان تجي تقنع المجتمع انه ده قاعد في التلفزيون ده او في الراديو او في المسجد، عشان تقنعه انه ده مجرم، صعب جدا. ليه صعب؟ لانه اذا رايتهم تعجبك اجسامه ويقولوا تسمع لقولي. ده يا اخواننا صعب، والله هذا ما نعانيه اليوم في هذه البلاد، والله ده اللي بنعاني منه الليله في بلدنا، والله ائمه كتار لكن مضلين، يجيبوا لك في التلفزيون يقول لك يجوز، في التلفزيون اديك امثله، يقول لك يجوز التوسل او نداء الصالحين باتفاق الائمه الاربعه، يقول لك في التلفزيون، يجيب لك واحد ثاني دكتور يقول لك الشيخ هو اللي بينزل المطر، في التلفزيون، يجيب لك واحد ثاني يسالوا من الغنى، الغنى حلال ولا حرام؟ يقول لك والله اختلف فيه العلماء، حسن حسن وقبيحه قبيح. اها مولانا انت بتسمع غنى؟ والله لا باس به، كده سمعوا حاجه على الله يقوم يشغلوا له غنى، يقول يا سلام ده غنى طيب، ده مولانا. يجيبوا لك واحد ثاني يسالوا من المولد، ما رايك في الاحتفال بالمولد؟ والله لو قلنا حلال في ناس بيزعلوا، لو قلنا حرام في ناس بيزعلوا. اها طيب تقول شنو يعني؟ انت قاعد ليه زادك ما تقوم ترجع بيتكم؟ وكيد ما قادر على الشغل. دي كلها امثله على الائمه جنوب، الائمه المضلين اخوان، ودي والله مصيبه كبيره. إذا ده الصنف الأول، العلماء المضلين الذين يتكلمون باسم الإسلام ولكنهم من أعداء الإسلام، يدعون إلى أحزابهم وإلى جماعاتهم وإلى طوائفهم وإلى بدعهم، إنهم بدع لا حصر لها. ونحن والله لو قعدنا نفصل دايرين أي واحد منهم، عشان ننظم عنه أي واحد دايرين له محاضرات، أي واحد براء وكذا دايرين له محاضرات، لكن بالجملة بالجملة تحذروا الإعلام. شفت الإعلام ده ما بجيبوا لك فيه شيخ نجيب الصبح، كان تلفزيون ولا غير؟ إيه الناس بتاع منظرة بتاع وجاهات، الواحد منه يطقوا فيه الكاميرا دي خلاص، تاني ما بيقول الحق، شفته ما بيقول الحق، بيكون داري يرضي الناس وداري يرضي المجتمع. أيوة، فالإعلام ده احذروا، ده بالعموم، بالعموم. أما التفصيل، التفصيل ده بيحتاج لزمن طويل، تحذروا الإعلام. إذا ذيل الأئمة المضلين من العلماء الذين يضلون الناس. ثانيا الامراء، قد يكون في امراء كذلك يضل الناس، لكن بعدين حيجي معنا في التفصيل في كيفيه التعامل مع العلماء المضلين والامراء المضلين والعباد المضلين، لانه بيختلف، اي واحد بيختلف من الثاني، والاختلاف والتفصيل بيكون بالشرع والادله. الاذان اذن. Thank you.
الموقف كالآتي على حسب ما قرر أهل العلم عليهم رحمة الله. بالنسبة للعلماء المضلين والعباد المضلين هنودي حكمهم تقريبا واحد يختلف عن حكم الأمراء. أولا تقدم النصيحة لهم، تقدم النصيحة لهم ينصح، قل لهم يا اللي بيتعاملوا فيه ده باطل واللي بيسووا فيه ده غلط وانتم تضللوا المسلمين، لأن ربنا قال كده والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده، تجيب الأدلة. ينصحوا بأي وسيلة من وسائل النصيحة، بأي وسيلة من وسائل النصيحة. إن تابوا ورجعوا فذلك خير، لو تابوا وخلوا اللي بيسووا فيهم من الضلال ورجعوا ده أمر طيب وده المطلوب ذاته، ونسأل الله يتوب علينا وعليهم. لو أصروا على الباطل ننتقل للمرحلة الثانية ألا وهي مرحلة التحذير منهم، دي مرحلة واجبة، التحذير منهم، التحذير شنو؟ منهم، ويحذر منهم بأسمائهم حتى يحذرهم الناس. تجي طوال تقول للناس في شيخ اسمه فلان ابن فلان، أو وصف الوصف الفلاني الفلاني، هذا شيخ يضلل الناس ويقول كذا في التلفزيون ويقول كذا في الراديو ويقول كذا في الجرائد، والرد عليه من كتاب الله كذا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تبين طوال. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المنافقين في سورة النساء قال الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ربنا قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يبدأ النصيحة، تقدم لهم النصيحة، ويحذر الناس منهم إذا أصروا على الباطل. إذا تابوا ما خلاص تحذر منهم، أتاب خلاص. ويحذر الناس منهم حتى يبعد الناس عنهم، الناس لازم يبعدوا منهم، لأن الشر أنت لو ما بعدت من الشر يصيبك، الشر يصيبك لازم تبعد منه. ده بالنسبة للعلماء وبالنسبة لجنوب للعباد. أما بالنسبة للأمراء فالحكم بيختلف. ليه؟ لأن الأمير أو الحاكم التعامل معه ليس كالتعامل مع العالم المضل أو العالم المضل. انتبه أخوان. طيب إذا وجد أمير أو حاكم يضل الناس ويجيبوه في التلفزيون ويجيبوه في الراديو ويضلل الناس وينشر البدع وينشر الباطل، ما موقفنا تجاه هذا الأمير أو هذا الحاكم اللي بينشر الباطل؟ بس بشرط تستيقن أولا إنه بينشر الباطل، دي أول حاجة لازم تتأكد منها إنه بينشر الباطل، لأنه قد يكون كلامه اللي بيقوله ما باطل وأنت تظنه باطل، فلا بد أولا تستيقن إنه هو بيقول باطل، وهذا يقوم من خلال الرجوع إلى القرآن والسنة. طيب اتضح لك إنه لا بيقول باطل وبينشر باطل، أولا يناصح كيفية المناصحة تكون بطرق. أولا بالكتابة إليه، تعرفون التفصيل اللي أنت بقوله كويس، لأن التعامل مع الحاكم والأمير ماذا التعامل مع باقي الناس؟ تكتب له عديد، وفي فرق بين تكتب له وتكتب في الجريدة. الكتابة في الجريدة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تكتب عن حكام المسلمين في الجرائد ولو كانوا بينشروا باطل. واضح أخواننا؟ انتبهوا للتفصيل، ده ما من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه لما تكتب في جريدة هذا يأتي بمفاسد أعظم من المفسدة التي أردت أن تزيلها. مش أنت لما كتبت في الجريدة مش دار تزيل مفسدة، كتابتك في الجريدة بتجيب مفسدة أكبر.
ومعلوم في الشريعة أن درء المفاسد أولى من شنو؟ من جلب المصالح. تكتب له جواب عليه يا أخي فلان ابن فلان الحاكم الفلاني، والله انت صدر منك كذا 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 في التلفزيون او في الراديو والكلام ده باطل، والرد عليهم كذا من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتقي الله وارجع الى الحق، فان الرجوع الى الحق اولى من التمادي في الباطل. ترسل لهم دي طريقه كويسه ولا ما كويسه؟ كويسه، عشان ما تخلي النصيحه، لانه النصيحه للحاكم ده برضه من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. قلنا لمن؟ قال لله وكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. طيب دي ما لقيت لها سبيل، الطريقة دي ما لقيت لها سبيل. في طريقة ثانية، تتصل عليهم تبقى لك تليفون قول له والله صدر منك كذا 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 كذا، والواجب انك تتراجع عن هذا الباطل استنادا للأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تشهر به بين الناس. يعني مش مكالمتك دي تكون في محاضرة عامة أو في خطبة، تقول أسمعوا أيها المسلمون عباد الله، ها نحن الآن نتصل على الأمير الفلاني، تقول تطلع تلفونك قدام الناس تضرب له تلفون، لا، لأنه كذا ما بيقبل منك ذاته، ما بيقبل منك أبداً، ولو كنت أنت على الحق ما بيقبل منك. ثم ثانياً هذا يوغل صدور الناس على هذا الحاكم أو الأمير، لأن الناس اللي قاعدين تعدل حيكرهوه، لأن الناس في طبيعهم يكرهوا الباطل. فطرة كده عند الناس حيكرهوا، ولو كرهوا حتجيب مفاسد، حيطلعوا عليهم والبلد حتغرق. وانت مراك شفت البلد لما تغرق بيحصل شو؟ ما بيحتاج نتكلم كثير في الموضوع ده. طيب ما لقيت الموضوع ده سبيل، ما لقيت تتصل له، رسل له ذاك يمشي له، كلمه ولا كلم ذاك قول له كده كده كده. دي طريقه رقم ثلاثه. طيب دي ذاتها ما لقيت لها طريق، امشي له انت ذاتك. دي الطريقة اللي رقم أربعة، أمشي له مع الموقع قل له صدر منك كذا كذا وأنا جاي أنصح، قبل منك خلاص ما قبل أيوه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا أرجع خلاص. ما الواجب ذاته لو ما في استطاعة بيسقط ولا ما بيسقط؟ يسقط الواجب، وما عليك شيء ثاني، مش أنت ترى إنه نصيحته واجبة؟ أيوه الواجب ده أنت ما وجدت له استطاعة ولا وجدت له سبيل، ربنا ما بيحاسبك عليه يوم القيامة. واضح يا إخوانا؟ يبقى دي الطريقة نمرة كم؟ نمرة أربعة. كل الطرق دي ما لقيت لها سبيل. يتلموا ناس من أهل الخير باسم لجنة الحي، باسم لجنة المسجد، أي حاجة من المسميات الموجودة بين الناس. يتلموا ناس يمشوا يقابلوا علي، لأنه أحيانا ممكن أنت بلاك ما تقدر، لكن لما يكونوا كتار ممكن يصلوا، مش كده غالب؟ يمشوا أهل الخير يقعدوا معاه وينصحوا في الباطل اللي قاعدين شو يقول لها والله واحد اثنين ثلاثة أربعة والكلام ده باطل منك وتراجع وتقبل كده. كم طريقة يا اخوان؟ خمسة مش كده؟ دي خمسة طرق شرعية كلها في مناصحة الحاكم أو الأمير إذا صدر منه باطل. واضح؟ بشرط يكون الباطل في الدين، أما أباطيل الدنيا، أباطيل الدنيا مثلا الطماطم غلا أو العجور غلا، دي امور دنيويه في النهايه، انت لو ما نصحت ذاته، لو ما نصحته ما بيضرك كثير. ولا ما كده برضه؟ ما انت رزقك في النهايه حتاكل، يعني الطماطم دي لو كاتبها لك الله، في زول حيمنع منك الطماطم؟ ما في زول حيمنع منك، يعني نصحته ما نصحته كل واحد. في امور شنو؟ في امور الدنيا، لكن امور الدين ليست كامور، ليست كامور الدنيا، لانه الدين فيها تضليل. وفيها يعني اهلاك للناس. لأنه في النهاية مآل حيكون إلى النار والعياذ بالله إذا ضلوا ولم يتوب. واضح يا إخواننا؟ أما التشهير بعيوب الأمراء والحكام والولاة، والتشهير بأباطيلهم ولو كانوا ينشرونها بين الناس، التشهير بهم بين الناس والرد عليهم بين الناس، هذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أبدا، أصلا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يكلمه علانية. الكلام مش واضح ولا فيه مشكلة؟ واضح. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يكلمه علانية، ولكن ليأخذ بيده وليكلمه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام ده كله يا إخواننا مش خوف ولا مصلحة، انه في ناس لما يسمعوا يقول لك شايف طبعا خايفين،
ما في خوف، الزول ما بيخاف إلا من الله الخلق، ولا يقول لك عندهم مصلحة، والله ما في مصلحة. والله تعالى يشهد على هذا الكلام. كل ده من باب درء المفاسد، لأن التعامل مع الحاكم يا أخواننا ما زي التعامل مع المحكوم. وانتوا شفتوا براكم ما حصل في البلاد الإسلامية اللي خرجوا بها الناس على حكامهم، ليه يوم الليلة ما قادرين يلملموا الشرع؟ والله البلد لو وقفت 100 سنة بحاكم ظالم بياكل قروج الناس أخير من يوم واحد بدون حاكم. توافقوني بالكلام ده ولا ما توافقوني؟ 100 سنة حاكم ظالم عديد بياكل قروش الناس واي حاجه، وفي زمن اي شيء غالي، ما في شيء رخيص، الطعميه غاليه، والله اخير من يوم واحد بلا حاكم. يا اخي انا اعطيكم مثال، الاحداث بتاعت موت يوم قرن، الناس حاضره ولا ما حاضره؟ يمكن الا الاولاد الصغار ديل ما حاضرين، لكن اعمامنا الكبار ديل كلهم حاضرين. البلد دي حصل فيها شيء يوم مات يوم قرن في يوم واحد، تقع الموضوع ده كان كم يوم؟ يوم بس في يوم واحد. الماتوا كم؟ والبنات اللي اغتصبوها كم؟ وقروش الناس اللي سرقوها كم؟ والاعراض اللي انتهكت كم؟ والاموال اللي سلبت كم؟ والمتاجر اللي كسروها كم؟ والبيوت اللي دخلوا فيها سرقوا حاجات الناس كم؟ كثير ما يعلم بعددها الا الله عز وجل، كثير جدا. السبب شنو؟ لانه حصل اختلال في الامن، مش كده يا اخواني؟ والله الامن ده نعمه كبيره، انت الموضوع ده قد ما تنظر له يعني من نظره ضيقه، لكن لما تنظر من نظره واسعه بتعرف حقيقه الامن. يا اخواني حاكم موفر للناس الامن، والله بعد ده خليه ياكل زي ما قال، ما في مشكله، مش في امن، انت امن مطمئن في بيتك قاعد مع اولادك، ما في ذول بيتلب عليك ويسرق منك، ولا في ذول في الشارع بينتهبك، تنوم لو داير في الشارع تنوم بتنوم، في ذول بيسألك بتنوم، أسأل طلعت سريرك في الشارع نمت بتنوم. طيب لو الأمن ده اختل، جوك ناس نص النهار نص النهار وأنت شايف اغتصبوا بناتك قدامك، وأنت شايف بعينك، سرقوا قروشك وأنت شايف بعينك، فتحت خشمك بيقتلوك، سكت أشوف عرضك ينتهك قدامك، طلعت ماشي تبلغ، هتبلغ وين؟ لا في محكمة، لا في شرطة، ولا في أي شيء، لا تبلغ لمنو؟ لا تشتكي لمنو؟ يبقى يا أخوانا يا طفيوا الأولى، الأولى لما الشمل ولا تشتيت الشمل؟ الأولى لما الشمل. عشان كده يا أخوانا الشريعة جاءت بحفظ الأمن، وجاءت بالمحافظة على الأنفس والمحافظة على الأموال وبحقن الدماء، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأمور، إن التعامل مع الحكام والأمراء ليس كالتعامل مع سائر الناس. الصلاة جابر بن يوسف. طيب إذا ليلة أخوانا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المبردين. الحديث في الحقيقة يعني لسه طويل، والفوائد اللي فيه كثيرة جدا، والشرح يقول، لكن إحنا ركزنا على يعني أهم النقاط. البدعان لدينا اشكالات كبيره جدا نعاني منها اليوم عندنا في المجتمع. المجتمع ده فيه اشكالات كثيره. والاشكالات دي لو ما تحلت المجتمع ما بينصلح حاله في الدنيا ولا يفلح يوم القيامه اصلا. فنسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونساله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. انه ولي ذلك والقادر عليه. إن مد الله تعالى في الآجال إن شاء الله ممكن لي نواصل شرح باب الحديث. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم على حسن الاستماع والإنصات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.